تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول رقم الغرفة الفندقية التي نزل فيها خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أثار الأمر تفاعلاً كبيراً، واعتبروا أنه بعيد عن أي تأويل وبعيد عن الواقع، فهو مجرد رقم لغرفة عادية في فندق. وذكرت قناة تي آر تي التركية الرسمية بحسب سي إن إن بالعربي أن أردوغان لفت في تصريحات صحفية عقب اختتام الزيارة إلى أن الغرفة التي مكث فيها في الفندق بالسعودية كانت تحمل دلالة رمزية واضحة، حيث حملت الرقم 1453، وهو تاريخ فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. وأشار الرئيس التركي وفقاً لقناة إلى أن هذه الخطوة كانت أنيقة إذ ما تمت عن قصد، مضيفاً أنه إذا وضعوا رقم الغرفة في الاعتبار مع وضع هذه الرسالة أيضاً فقد كان هذا هو التوفيق. أمل أيضاً أن نتمكن من متابعة طريق أجدادنا بالتصميم نفسه، وتابع يمكننا تحقيق نجاحهم بالطريقة ذاتها، وذلك طالما أنك تتبع أثار التاريخ ستنجح، ولكن إذا فقدت أثر التاريخ فسوف تخسر أيضا. نواصل أتباع هذا المسار، وفي الوقت الحالي هو مصدر إلهام. وذكرت القناة التركية الرسمية وفقا لسي إن إن أنه في عام 1453 للميلاد قاتل السلطان محمد الفاتح جيوش المسلمين في ملحمة تاريخية تكللت بفتح القسطنطينية وهي اسطنبول حاليا، واعتبر أن هذا الحدث بداية للتاريخ الحديث. وحظيت زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية اهتماما كبيرا من السعوديين، إذ أعلن أثر انتهائها اتفاق البلدين على تعزيز التعاون المشترك بمجالات مختلفة، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. وأجرى الرئيس التركي أردوغان أيضا زيارة رسمية على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين، تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. برأيكم هل من مغزى معين لاختيار رقم الغرفة؟ في حال نعم، هل وصلت الرسالة؟ شاركونا بالتعليقات.